تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات. المزيد يستعرضها كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل ملف المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن مثل كل سبت لا تدخل المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين، فقوات الاحتلال تمنع دخول هذه المساعدات من معبر كرم أبو سالم نظرا لأن يوم السبت هو يوم إجازة رسمية عند قوات الاحتلال، لكن هذا لا يمنع من الناحية المصرية مجهودات مصرية مختلفة لتجهيز الشاحنات الإغاثية بمختلف أنواعها من مواد غذائية ومستلزمات طبية لتدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين لتخفيف ويلات الحرب عليهم في قطاع غزة. بالأمس يعني ربما لم يدخل إلا شاحنات للوقود وتحديدا شاحنات الغاز، وأول أمس لم يدخل إلا شاحنات الغاز، واليوم لن يدخل أي من الشاحنات. ثلاثة أيام بدون أي مواد إغاثية غذائية أو طبية تدخل إلى قطاع غزة. مجهودات المصرية لا تتوقف أو لا تقتصر فقط على إدخال المساعدات الإغاثية، ولكن أيضا ضغط على جميع الأطراف، كل الأطراف يعني داخل هذا الصراع من أجل الوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار، إلا أن كل الأطراف لديهم الليونة الكاملة والأمم المتحدة تضغط، لكن القوات الإسرائيلية أو قوات الاحتلال هي دائما من تعرقل هذه المفاوضات وتعمل بالخطة الكاملة للوصول لأرض بلا شعب، إما بالإبادة الجماعية بالقتل المستمر للفلسطينيين أو حتى محاولات للتهجير القسري، وهذا ما توقفت أمامه مصر ومنعته مصر، وتحدثنا أكثر من مرة بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية. هذه هي الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى.